الفعاليات الرياضيه يمكن واخده جزء كبير من فعاليات المهرجان وكمان من حلقتنا النهارده، واللي بتختلف ما بين كره سله وكره شاطئيه. والحقيقه اعداد كبيره من النجوم وزوار مهرجان العالمين انجذبوا للرياضات المختلفه، بالاضافه لكل الفعاليات الرياضيه اللي اتكلمنا عنها خلال الحلقه، واللي هتنطلق كمان يوم الجمعه بمشاركه كبار نجوم الرياضه في مصر. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن الاستثمار الرياضي وبطولة الكرة الشاطئية في العالمين، أستاذة رشا توفيق، برحب بيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. طبعا طيب. الكرة الشاطئية، مساء النور. الكرة الشاطئية حاجة مرتبطة بشكل كبير بأجواء البحر ودايما بتكون متميزة، يمكن دايما اتعودنا ان احنا نشوفها بره كتير وبيبقى في بطولات عالمية فيها، لكن أسباب انتشارها بشكل كبير في الدورة الحالية لمهرجان العالمين الجديد؟ بصي، هي اصل الكوره الطايره الشاطئيه دي لعبه يعني صيفيه قوي، لان زي ما تعودنا دايما بتلاقي ان في على البحر دايما تلاقي ان كل الناس بتقوم تلعب فعلا اللعبه دي، فهي مرتبطه بالصيف اكتر. وكمان دخلت مع المهرجان من ضمن فعاليات المهرجان لانها فعلا لعبه بتجمع الناس كلها، يعني مش لازم بس اللي يلعبوا يبقوا بروفيشنال، لا كمان ممكن عيله. يعني مثلا انا عندي الجمعه الجايه في اول بطوله في كذا عيله داخلين، يعني اب بناته بيلعبوا فولي اصلا فداخلين، فدي الحلو فيها تجميعة الناس مع بعض في مهرجان زي كده. طيب بالنسبه للسنه دي ايه اللي مختلف؟ احنا شفنا الكره الشاطئيه كانت موجوده السنه اللي فاتت الحقيقه في الدوره الاولى في مهرجان العالمين، لكن ايه الجديد او المختلف السنه دي؟ والله هو المختلف السنه دي، السنه اللي فاتت كانت بطوله دوليه، لا السنه دي بطولات محليه للناس اللي موجوده هنا، للبروفيشنالز اللي بيلعبوا في نوادي ومنتخبات مصر وكده، وللاماتورز الناس الهواة اللي بيحبوا اللعبه. فده جديد، وكمان هي مش هتبقى بطوله واحده طول الصيف، لا احنا عاملين ثلاث بطولات بداية من يوم 26/7 اللي هو الجمعة الجاية، دي أول بطولة هنبتدي فيها. عندي لغاية دلوقتي 10 فرق اشتركوا، ولسه مش عارفة يوميها كمان الناس بتيجي برضه بتبقى عايزة تيجي تشترك. حكام دوليين جايين يحكموا، في جوائز مالية كويسة جدا، في دعم من كل الجهات. فدي اول بطوله ان شاء الله. البطوله اللي بعدها بتاع 2 اغسطس الجديد فيها ان احنا عملنا زي خليط ما بين الرياضه ويعتبر الفن، بمعنى ان هي هتبقى بطوله يعني اكتر بروفيشنال بتاعت يوم 2/8. اولا هيبقى عندنا سيلبرتيز، 2 لعيبه من اكبر واشهر اللعيبه في مصر وفي الوطن العربي وعالميا في كرة الطايرة اللي هم أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، دول جايين هيشاركوا في البطولة. ده الجزء الرياضي، والجزء الفن إن هيتخلل هذه بقى البطولة جزء فني، هيجي مطربة شابة عاملة ترند دلوقتي في مصر كلها بقى لها شهرين، هي الفنانة نورين أبو سعدة، هتيجي هتغني برضو في البطولة دي. فهنا برضو المزج ما بين الرياضة والفن كمهرجان من ضمن فعاليات مهرجان العالمين. وهننتهي بقى في اخر 8 ان شاء الله يوم 23/8 باخر بطوله للكره الشاطئيه، فاحنا في 3 على مدار الصيف كله يعني. اكيد هننتظر نشوف البطولات والمشاركات من الفرق المختلفه اللي اتكلمتي عنها، ومن كمان بعض الهواه اللي صمموا ان هم يشتركوا في نشاط زي ده. انا بشكرك شكرا جزيلا، رئيس مجلس اداره الشركه المسؤوله عن الاستثمار الرياضي وبطوله الكره الشاطئيه في العالمين رشا توفيق.